ملامح زادنا سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام. في حكواتنا ملامح زادنا سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم، فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم. حكاوي الليل والمطر النازل، حكاوي الليل والمطر النازل، والأحلام العبر ناس عمري إحساس. نغم الناس بالإلفة يحكون، وسيرة ناس عمري إحساس. نغم الناس بالإلفة يحكون، تملأ براحتك يا الساقينا شايلنا على أكتافك، طار جراحنا وناسي جراحك. يا شايلنا على أكتافك، وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف الدنيا سماحك. وطن الخير والحب والإلفة، بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. والله العظيم أنا جني وجي مرقة الشفقة دي. شفقة شنو يا أختي؟ أنا كلمتك من امبارح، الشفقة وين؟ الشفقة الفين أجيهتك دي؟ أصبري لين أجيك بالدرب. أمرقي يا أختي. رايحتي؟ قلت العربية هلك يا ياسر، ما تجيبها إلا بعد ما تجيب يا أخي. ما أقول لك راجع يا أخي. يا أخي عربية ماشية تمام في الشارع، أجيبها للتصليح ولا بس خسارة قروش والسلام؟ كده حتوري خسارة القروش كيف. مالك يا بنت؟ عمك محمد إبراهيم ما بشوفنا، نظره ضعيف، ولو شافنا نسلم عليه ونمشي طوالي. بيشوفنا وبأسئلته الكثير بوقفنا، وخوجه اللي بيمشي فوتنا. ما فوتنا والله، خوجه اللي يفوتنا ما يبيت في الحلة دي. بنوت بتفوت فوق عمك الساعة كتكني لائحة ملا دستور. هسي فايدة مرقتنا بدري شنو وانت قاعد تتمحرق لنا كده يا خوجلي؟ امرق عليك الله يا خوجلي، خلينا نمشي نقضى شغلتنا الماشيلة دي ونجي راجعين، تاني عندنا شغلات غير دارين نقضاها. ابتسام وسنة لو فوتون ما بخلوا لي جنب ارقد عليها. هسي بيجوا ما بيدخروا، حيدخروا على جامعتهم؟ يعني هسي انت بالحيل على البنات وجامعاتي اكثر منا هين ذاتين؟ وهين ذاتين ما يمرقن بدري زي ما هسه نحن مرقنا. كويسة. وما جاي البلد؟ ما بتقدر، أولادها في المدرسة. ده كلام شنو ده؟ وأولادها برا البلد القراية ليه وشنو؟ عن إذنك يا عم محمد، نحن محصلين الجامعة. الله، والله دق إلا الزوق مني، ما سألتك من الجامعة. هالجامعة كيف؟ كويسة.
وما لك قلتي هكذا بتعلك باك ميرودة. ما قربت انت تخرجن؟ قربنا. ايه ها اصلا طقك تقولوا طق لي زول مالك يا اخي؟ انت السم الهاري دي يا اخي ما بتق لك راسك وبتق لك كرعيك ذيل. ايش هيك يا بلل اقوى ضغط الحياة ولا سم الهاري البشري في وانا ذا؟ الله يقرفك الله يقرفك. هل انت تفتح لي موضوع الحياة؟ قلت الحياة اعرف لها حاجة ما مغبي طوالي. الو ايوه يا حاجه. لا مذكرك مذكرك انا بجيكم. لا لا ما طوالي ما طوالي بقى بقى لفاتنا عندهم عن قريب اقرب واجيكم بهناك. لا لا دقيقه دقيقه مالي 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 بمشي نتفضل بهناك عندهم ردميه صغيره كده وشيل منها درتكتين ثلاثه كده واجيكم بهناك. بس ان شاء الله ربنا ابعد عنهم العوارض ديل. هاي الله يبارك فيك الله يسلمك. فيك 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 هذول هاي فيك. يا ساتر يا ساتر يا زول انت كويس؟ انا كويس انا كويس. لا حول الله تقدر يمشي بهذه الصوره. هاي انت ده ما احنا موتنا ام علي ام قليله يا احمد امش عليهم يا اخويا يا امي. انزل 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 امشي طمر امه انزل اركب بس. الحله دي قلبتها من عدلتها ما معروفه يا اخي. ديل بالشاكل الصباح وبالليل بالصالحه وزول عيان ساكت نرجي خير وما في. احمد ود الصديق ضربته عربيه لعل ما جات عوجه مو معروف. خرج اللي معاه معاذ والبلل مشوا على المستشفى وباقي الناس كسرت على بيت الصديق. خلاص انا بلحقهم بعد شويه يا بعد شوية كمان
قوم مش اصبقني عليه وانا بحصلك هناك. ما انت بقى مقطع قوايم. خوجلي ده كان خلانا مشينا معاهم وشفنا اللي حصل، ما كان احسن بدل راسنا يودي ويجي. ما قاعدين نضربوا لهم يا خاله، وبعدين الدكتور قال فضل شويه فحوصات عشان يتاكدوا انه ما في حاجه. شوف العين ما زي سمع الاذان، والخبر الكعب ما بيتقال. هسكتي يا آسيا، عليك الله ما شايفه امه دي حالتها كيفين، ما تشفقيها اكتر مما هي شفقانه. وشنو يعني؟ نحن مفروض نتبين الحاصل أول حاجة حتى بعد ذاك نتصل عليه، بدل منهج مساكت. بعدين الناس دي شكلهم على وصول، أصبروا شوية يا أخوانا. أصلا غير الكلام الفارغ ما فيها حاجة. بعدين يا أخي استنى شوية، خلي الولد دي يجيبه نمشي نكفر له ونبقى مارقين. طوالي بقول لك ما تخليك عبيط يا عز الدين يا اخي، مواضيع زي دي بترفع اسهم ناس وبتنزل اسهم ناس، بعدين انت ملاحظ ان اسهمك دائما في النازل يا اخي، ما تفكر تحت كريك عايل لقدام. عايز نعمل شنو؟ عايزنا انا اسوي شنو؟ انا عندي عربيه عشان امشي وراهم، انا عندي حاجه عشان اعملها، بعدين يا اخي انت عارفني انا ما بحب المجاملات وما بعرفها. يا اخي لازم تعرف، لازم تعرف تشيل وتخط مع الناس ويكون عندك راي. سامح استنى دقيقه بس. سلام يا اخوانا، سلام. الحمد لله على السلامه. في الحمد لله على السلامه، ربنا يقدر ولطف الله. الحمد لله. لا حول الله، حضر بقبر ده. لا حول الله، لا حول الله. يقر علي، يقر علي، يقر علي. استغفر الله، استغفر الله يا زولة. زول شديد خفيفه. ما تقول لي خفيفه، دي خفيفه دي. لا حول الله، لا اله الا الله. استغفر الله، هل اجي قدر ضرب؟ لا حول الله، ما تراه شديد. الحمد لله. جنب امك دي قطعت قليل واقعد كده. شفقنا عليك يا احمد. الحمد لله، ضرر خف من ضرر. ظهر قدامي فجأة وحصل اللي حصل ده، ما بنعنى غلطان. نسمع كلامكم. ما عندنا معاك كلام تب، ما دام انت قمت بواجب. ده من الناحية دي والله يا اخوان الزول ده ما قصر، المستشفيات دي كلها حرام معانا. لا بس دي تبقى لك بغلطة وتبقى لنا نحن بمعرفة رجال. يا اخواننا مش نرجى الصديق ونعرفه ونعرف رايه على الاقل ده ولده. قالوا لك الراجل انستر معاهم، الصديق تاني داري يقول شنو؟ على العموم انا تلفوني مع الاخوان دي، لو حصلت اي حاجة ممكن تتصلوا بي وما اكون عطلت مشاغلكم. اعفوا لي والله. بس يعني نحن كنا دايرين نكرمك. الله يديك العافيه. تسلموا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بخير. الله فيك. بخيرك والله. يلا يا اخواتي، كل مره تمشي على بيتك. وانت يا روفا نتراوح انا وانت البيت. خليني دار اقعد مع امنه دي شويه انا. لا لا امنه خليها ترتاح شويه، والله الليله نار ولعت في بيت ما في. نمشي نعمل لنا حاجه خفيفه كده نغدي الرجال وتاني نجي راجعي. سامي احكي. يلا. ها يا عمنا مع السلامة. ما
هذول صديق هاي وين هذول؟ في شنو؟ الأولاد سيبهم للخالقهم ونعم بالله، لكن بيسرقوا الروح، بنشتغل والجتة فاضية، حتى القلب دقاته مقسمة، دقة مع الحديد واللحام والصباع، ودقة مع الأولاد وأمهم. الله صديق، بقي الشاعر عديل كذي، هتخلي الشغلة دي ومش هزل مع النازل أكتب الشعر. والله كان أحسن. الشعر بتقول فيه الكلام اللي أنت عاوزه، وبتبني الأبيات زي ما أنت عايز، مش زي ما عاوزين الناس. كده شوف الناس عايزين يشوفوا باكم ده، كملوا ليهم. لا حول الله، الله يزيده كله كله، لا حول والله. هوين هوين يا عز الدين، بشرى الكلمة الأولى ولا الأخيرة حقته؟ بشرى كان عنده بيت واحد في الحلة دي، بيوته ماشية في زيادة وبيوتكم ماشية في نقصان. ليه يا عز الدين ليه؟ حتى بلل مالك؟ مالك عاصم علي يا أخي؟ مالك قدرت تزيد النار على النار اللي علي يا أخي؟ والله والله يا عز الدين، أنا أجى محلك ده إلا أبقى عمدة في البلد دي، ولا أجى قروش اللي عندكم دي والله العظيم أبقى ملياردير ملياردير. لكن مساكين مساكين يا أولاد إبراهيم، مساكين يا أولاد إبراهيم، دايرنا نعمل شنو؟ أنا شخصيا نعمل شنو؟ والله لو بتسمح كلامي، موضوع الليلة ده إلا أطيرك به السمع. قول يا عاصم. الخلو عليها سي ما مرقت مننا يا بشرى، بالذات منا شفناه مرمى في شارع الزلط. أحي يا سي لو كانت شافته كان الحصل عليها شنو؟ الحمد لله بركة جابوا لها طيب. لكن انتوا في الأول كان تضربوا للصديق. يا آسيا، الناس هنا بتسد وبتتشايل، والياس بكونوا ضربوا له وقطع شك الليل اللي قاوا هنا. يا أبوي نحن قاعدين نسوي في الحلة دي شنو؟ بشرى بقى اي حاجه في الحله دي. بشرى كان قال لك كلام عود، كان قال لك كلام صح، ناس الحله دي يفتحوا خشوم ويقولوا حاضر. نحن دين نحن دين نحن دين نسوي شنو؟ ولا زياده كلام، ما في فرق كلام قاله بشرى وانا قلته انا. في فرق يا ابوي، في فرق يا ابوي. قبيل الراي قبيل عندك في بيتك وانت سيد الراي، هسه بقى عند بشرى نحن خلاص مقامنا تقلل في الحله دي. مقامنا محفوظ، لا بترفعوا كلمة لا بتنزلوا كلمة. طيب يا صديق، ما عنده أي عوية. رجليني جابني هنا يا عم، وقفن هنا، وقفن خوفي، ما قدرت أشوفه. قول الحمد لله حالة خفة من حال. أها عيلي يا هودك نايم عيلي. الشغلة دي بتخليه شفقان وما قادر أعرف أحوالكم. ماشي ترجع لنا جارة أنا صديق؟ كنت أقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحلة دي ما فيها نفرن قاعد في بيته ما جانا. والله والله الناس دي ما وقفت إلا وقت أحمد يا داخل. عاصم قلت لك ابويا الكلام بقى ما بينفع معه، والبيحرقني الكلام بقى ما بصير فيه. يا عز الدين عز الدين، ابوك لو راجل طيب وعلى نياته انت ما تبقى غبي يا اخي. شوف الحله شقها الزلط دي وين، ورفع اراضيها السما، وبعدين انتوا نص اراضيكم يا اخي بايعنا بتراب القروش، والباقي مأجرين للبسوا والمابسوا بملاليم يا اخي. وابويا عاصم ابوك خلينا منه يا عز الدين، الحياه دي كلها في النهايه راجعه عليك انت،
وبعدين نازل لما جت معين حمراء بيحقروا بيك، والحله دي اراضيها طارت السماء يا زول. يا عاصم انا بتكلم معاك في موضوع ابوي، ما حليته ليه؟ ليه هسه؟ قلت لك ابوي بقى ما بيرضى فيهم ولا كلمه. يا عز الدين، عز الدين يا اخي، ابوك ده خليه يشوف بعينه ويعرف حقيقتهم، وانت باريني انا ده بس، وبوريك محل تهبش وين ويوجعون. تا حاج بدك تقعد تتلتل روحك كدي، ما تخلي ولدك يجيب لك الفول. الولد خلوه، انا ذاته المشي معاي بينفع، وذاته منا اشوف خلقتك دي. الله يا محمد، انا داري ان ريحك تدعبني في لسانك. عليك الله كب كب لعمك محمد ده. كيف 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 القروش القروش طوالي، تفضل امسك اديه عليك الله. اصلا صفة تسر البيت بيكون معتصم حاط تصابك. لا لا والله عندي وجع ركب ما بقدر. مزيدو يا اخي كثير والله يا حاج كثير، امانة النصيحة بنقولها، النصيحة بنقولها. قبل كثير عليك الله، مزيد حق عمك ده. ان شاء الله زي فول امس. ها مد عليهم. بس 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 والله حاجه غديت غديت يا اخي. الله عز الدين تمام؟ كيف حالك؟ ان شاء الله طيب؟ الله يكرمك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك تمام؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يكرمك ان شاء الله طيب؟ الله بخير الحمد لله. احمد يا اخي سلامته يا اخي، وان شاء الله ما يشوف شر. لا والله تمام التمام والله العظيم، وطمنونا عليه والله حقيقة يعني. حقيقة؟ أوريك الحقيقة اللي ما شفتها. بشرى بيعزف في الزول الدقش ولدك وبطايبه وبيكرمه. الزول انستر وقام بالواجب زيادة. ما انا شايف ولدك يا هدى جاري في الحوش وباكر بيمشي المدرسة. هسه ما انا في ذمتك، لو دوت بشرة الدقشو ده بشرة بطايبة الزول ده وبيسالمه ولا بيعزمه في البيت، ولا ود الصديق ما زي ود بشرة. كلامك ده غريب يا عز الدين، والشارع ما بيفرز، ما بيفرز لا ود البشرة لا ود الصديق لا ود خوجلي ولا غيره. خلاص قبل ما يكون بيننا وبين الشارع ده تار نقفله ونشوف بشرة وناسه معاه بيقيفوا معانا نحن اولاد ابراهيم ديل ولا لا. السلام عليكم. الحمد لله والله بيتها بعدتاني إلا النوم والله. تعال يا عمك المحليني عز الدين ده مالو؟ عز الدين ده يا أخي ده لا 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 فل ذول لا 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 مشي له عقد لا فضى خشمه، لكن شايف الليلة ماشي ناس صديق. ما يمكن يكون موضوع الولد ده أثر عليه وخليه يفقد الناس. إن شاء الله يا أخي علينا قال يشيل طبع أبوه، أبوه طبعا قريبين من مينا. بيت الواطة بيت راب القروش، والناس الحشان وكان الصغيرة اللي الحشان ونكبر بالحشان. يا هو سعر في الزمن ده، وظلت وقت شق الحلة زاد سعره، رزقا جانا وجاهم جاهم. آه ده صح، لكن وينو جانا؟ وبعدين الدكاكين المأجرة بحبة قروش دي زيد شوية يابا. الناس ما فرزوها بالإيجار عز الدين يا ولدي، الناس بقت أهل. أهل؟ يا بنت بتغش في روحك، أهل وين؟ أكان أهل صحي كان وقف مع الصديق ولده. وقف معاه وبزيادة كمان. أن نشوف وقت الجد، بيقيفوا معانا ولا بيرجعوا كيمان تاني؟ قصدك شنو عز الدين؟ قصدي التباكر بتعرفوا، والحلة دي كلها بتسمعوا. عز الدين كلامه صح يا روفة،
لو آسيا ولدها يتضرب بتكون في مهلتها؟ ونحن المر في خشومنا وهي ماشي تقضي ولاداتها؟ هي يا عمنا والله العظيم ولدك طيب وما عنده عوية، وهي ذاتها هسه ده لو كان ولدها انت ذاتك كان مشيت طايبتها قدر الواجب وجيت راجعة بيتك قضيت شغلتك. صحيح والله، ما عشان صاحبتك وجارتك وبقت اقرب لك من قريبتك عشان كده بتحامليها. وين الشكل اللي بيحامل يا انت؟ قلتي كلامك وانا رديته لك. اصلي ما بنسى وشها البارد، وانا وقت الخلع وروحي دايره تمرق احمد ذات وجع يا امنه. تاني قمت تحامليها؟ ما قولت حق كمان. قال طيب كلميها نمشي بارقين على الشارع. تمرق وين؟ عز الدين غشان الصباح وقال نمرق على الشارع. عز الدين صحي قلبوا علينا وعاد بعدنا نشوف الناس صحي أهل ولا بطن بيوت. عز الدين أوزن كلامك قبل ما تقول كلامي. ما يلفي وشنو وكان بقى ما موزون يا بشرة، دار توزنه لي انت؟ بعدين شارع شنو اللي بتقفله؟ الشارع ده ما قرب المسافة وخلانا نصل سريع، واحمد ده ذاته لولا الشارع ده كان بيصل المستشفى في كم ساعة. وهو كان ما الشارع ده احمد كان انضرب؟ وبعدين الشارع ده قرب المسافة ولا زاد سعر الواطل اللي اشتريتوها بالرخيص من ابوي؟ يا ولد اتكلم بنفس هادي وخلي عندك منطق. بعدين انا لما سكنت الحلة دي انت شافع صغير، وهسه انا ما صغير، واللي اشتريته من ابوي زمان خلاص، لكن كمان الدكاكين المأجرة بحبة قروش دي وبتكسب منها الملايين، والخلتك شايف رقبتك احسن مننا اخير تستاهله وتمرق معانا، ولا كمان نحن بنلم اهلنا سافل وصعيد وبنخليكم تبقوا مارقين. عز الدين لمش وين يا روفه كمان؟ يعني هسه عامله دي كان مرقد على الشارع، انا ماشي اقعد في بطن بيتي ما بخليها برا، يعني بمرق معاه والله. عامله دي تقعد في بيتها كانت رضيانه بجسمها كما عز الدين. بعدين عز الدين ده ذاته ما حصل يوم شفناه في واجب اي مناسبه قاعد زي الضيف. عز الدين سيد بلد وسيد ملك يا آسيا. البلد ذاتها ما عندها سيد، وكان عندها نحن كلنا سيادة. والله صحيح، الناس بتعرفوا وقت الحارة. براك عرفاني وقت الحارة يا روفة؟ هي الحارة ذاتها وينها؟ ماما متضايقة، أولادك قدامك يجروا يلعبوا، بكرة بنعرف من الصديق ومن ما صديق. يا عز الدين اسمع الكلام يا عز الدين، والله الكلام ده عيب منك. والله آخر زمن بلل، دار توريني العيب أنا؟ إنت توريني العيب أنا؟ بعدين يا أخي إنت دخلك شنو في الموضوع؟ تاني يا أخي ما وجهك يا أخي، عندي دخل ونص وخمسة يا أخي، إنت اللي نشوفك بتغلط ونسكت عليك؟ إنت مهما كان ما تحلتنا يا أخي. والله يا هو الفضل وتحلتنا الحلة إنتم خلاص بقيتوا شيوخة وعمدة، ونحن بقى ما عندنا ولاش فيها، وكمان بقيت تديني في النصايح يا بلل وبصوت عالي. والله يا هو الفضل، لكن أقول لك قوله خلينا ننتهي من موضوعي ده وبعدين بتفرغ لك. انت برضو وتحلتنا وقريبنا. قريبنا؟ قريبك بوين يا زول؟ خالي ما عاد لخالك امين نسيتها. اوف هسه الموضوع البسيط ده قوم نفس الحله كده. لو بسيط ما فرق بين الناس دي كده. الموضوع ده انتهى وكل زال مشى في طريقه، لكن احمد لسه راقد وده الفريق. بكره بيبقى كويس، اصابته ما كبيره. دي مشكلتك انت، بتحبي تبسط الامور، تصغري للناس مشاكلهم وتكبري مشكلتك انت. ده كلام شنو يا ابتسام؟ ماله كلامي بقى لك حار؟ لا من قلبتي وشك كده. لانك انت صاحبتي وبتحلتي، ولانك انت عزيزه علي. وانا امنه ذاتها صاحبتي وبتحلتي وعزيزه علي، والموضوع ده كبير وبيمرقني مع الناس المارقين، وانا شوف يا سنة انا بتحلتك ولا لا. والله يا عاصم يا دوب الواحد شعر بقيمته. شفت كلامي مشى وجه، انت خالي الحلة لي بشرة وغير بشرة، ما بتسمع كلامي. لكن هسه انت سويت اللي قلت لك ولا ما سويت؟ بالحرف الواحد ما خلي زول في الحلة دي ما تكلمت معه. تمام يا عز الدين، وبيوت ابوك ودكاكين وما عارف قيمتها دي قريب بترجع عليك. الحله ياطت يا معاز يا اخوي، وبقت كيمان كيمان وما عارف انها ماشيه وين زاد. بكره اترك بس هم حاسين نفسهم حر. عز الدين قال
هل ما بيجي بيت الصديق ويعيس أهله يشوف له حلة غير الحلة دي؟ ومين بتاعين كمان عز الدين بيجي يقول؟ الحلة بيجت هل عز الدين ولا ما هل عز الدين؟ ما كلنا أولاد حلة حسن. الغريبة الصديق بات في الليل وذاك ومن الصباح بدري مرق. أها، وما تعرف رأيه شنو؟ بعدين بتعرف. وإنت؟ بعدين مع منو؟ برضو بعدين بتعرف. وينون؟ وينون أولاد حلة حسن؟ ولا لما نحتاج لهم بيلزموا بيوتهم؟ دين مش الناس اللي قلت تأخير لنا من هنا؟ هسا الواطة دي والأراضي دي لو وديناها هنا ما كان خير؟ كتر خيرك يا روح، لكن في النهاية الدم ما بحين إلا لي أهل. الصديق مرق قدانا قفل والليل عاد بنمرق الشارع، بنحددها مع الشارع وبنحددها مع المنو معانا والمنو ما معانا. قوم يا راح. حال زي ده طول عمرنا ما شفناه، الله ينعل الزلط الشقة الحلة، لكن ما قسم ناسا خوجل الزلط تاكتر زول عارف خيره إلا كمان أنا عارف مشاكله وحواته. الناس بتشوف وتقدر، لكن الزلط ما بشوف. عن إذنك ما شون يا بلل، الموضوع ده ما عندنا به علاقة. الموضوع ده في حلتنا يا خوجلي. حتى مش ديوان بشرة ولا ديوان الصديق، حمشي ناس حلتنا. وبعدين يا بشرة نمرق لشيء عندنا فيه راي ولا نقعد يقولوا خزناهم؟ إن قعدنا بنثبت لأولاد إبراهيم إنه الحلة دي كيمان، لما رقنا بنبقى من زعامته يسوي له بطولة يبقى عنده راي، ومو معروف رأي ده يودي الحلة على وين. صدقت يا وجر. أنا أكون أول حاجة نمشي عليه الزلط ده نقفله، وبعد ذاك نرجع نشوف ليلة حل مع حلة خاينة وخايفة. يا ولد أولاد حلة حسن، البيوت اللي بتخاف لا بتخون جاية، يا بتمشي معاك على عودك يا بترجعك منه. نحن أولاد حلة حسن بنتلم في الأعراس والأعياد والفيضان، أي لمة دريبة معروف بنمشيه، وحتى اللمة الدريبة مو معروف برضو بنمشيه، لأنه دي لمة أولاد حلة حسن. جارتي أقرب لي من أي قريب، إن رفعت يدي أديها وتديني، وإن قحيت بتسمعني وناديت بلقاها، ما نحن نسوان حلة أولاد حسن. وأنا وابتسام لما نمشي الجامعة بيقولوا علينا ديل بنات حلة أولاد حسن، بس لا فرز لا كيمان. يا عز الدين أنا بفطر في بيت عليت مصطبته، وبتغدى في بيت عليت كتفه، وبتعشى في بيت جبرت يدي حيطانه. أنا نفسي في كل بيت في حلة أولاد حسن. كتر خيرك يا سعادة. على شنو يا اخدوه اجيبنا؟
تروح